احنا بتجمعنا منذ اكثر من 3 سنين شراكه بين جامعه القدس ومدرسه الفرير. احنا بنفخر بهذه الشراكه. الامكانيات الموجوده في جامعه القدس يعني بترفع الراس صراحه. في كل مره بنزورها في تقدم معماري وفي الفروع التدريسيه. فارتئينا بهذا الوقت انه نعمل مخيم صيفي علمي لاول مره. كانت الجاهزيه عاليه في دائره العلوم، وكل الشكر لرئيس الجامعه الدكتور عماد ابو كشك اللي بوفر دائما كل مرافق الجامعه للمدارس وبفتح على المجتمع المحلي. ضمن اطار توطيد العلاقات مع جامعه القدس والمجتمع المقدسي نفذ المخيم صيفي علمي خاص بطلبة مدرسة الفرير للصف 11. اختير البرنامج بعناية فائقة وكان على مستوى عالي بحيث أنه يتوافق مع المستوى للطلبة. نفذوا من خلاله تجارب في كلية العلوم والتكنولوجيا، تجارب في الحقيقة هي متقدمة. كانت تجربة كتير حلوة، تعلمنا كتير اشياء جديدة، كتير ركزوا على محاور العلمية منها الفيزياء الكيمياء الاحياء، كتير عملنا تجارب، يعني كانت خبرة عن جد كتير حلوة. بصراحة كانت تجربة دخولي لجامعة القدس تجربة كتير حلوة، انا انبسطت كتير، تعلمت اشياء واستفدت اشياء، بتعلم شوي فكرة كيف نمط الجامعة، كيف شو الامور اللي بناخذها بالجامعة. طرقنا الامور العلمية اكثر هالمرة من كيمياء أحياء وفيزياء، وجد جد شكرا لكل المقيمين كانوا على هذا المخيم. يعطيكم ألف عافية.